يروح الناس يا بنت حرام عليك، ده ابو عيالك، هتسجن ابو عيالك. وراح وداها في محل في طنيه للسن، عارفين سن السكينه، قفلت محل الكوافير وماشيه في الشارع لقت واقف لها. اسمه قتل مع سبق الاصرار والتلصق، ده اعدام يا جماعه. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جداً، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلاً بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة اللي بنخالها بنرسخ لمفهوم هام جدا، إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فاعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصل في محافظة الفيوم، أكثر تحديدا في مركز اسمه مركز طمية، أكثر تحديدا في شارع اسمه شارع المدارس. نبدأ القصة من أولها. في شاب اسمه جمعة ربيع، عنده 28 سنة، موظف في الإصلاح الزراعي. من 5 سنين فكر إن هو يرتبط ويتجوز، فالناس قالوا له بتدور على عروسة لي وبنت عمك زي القمر اسمها نورة وأصغر منك ب3 سنين. يا ابن الحلال، ما يبقاش قدامك الجريب وتدور على البعيد، دول هيكونوا حنينين عليك في طلباتهم وهيكونوا اكثر رحمة بيك في اي حاجة في موضوع الجواز. فعلا جمعة ربيع الموظف المحترم في الاصلاح الزراعي قال اشوفها، هي جريبتي بس انا ما اعرفهاش غير وهي صغيرة. راح شافها لقاها ملكة جمال، انبهر بيها، هاخدها. ودي قريبته، عارفينها ومتربيه في وسط العيله والناس كلها بتشكر فيها، اتجوزوا وربنا رزق منها ب3 اولاد، والحياه مستقره، وهي كانت فاتحه مشروع كوافير حريمي في مركز طميه، محل فتحاه كوافير حريمي وبتكسب كويس، بتكسب اكتر منه كمان، وهو موظف الاصلاح الزراعي على جده ومرتبه معقول، على الفلوس اللي بتطلع من الكوافير مكفيه بيتها، وهو مكفي بيته والعيال عايشين حياة كويسة. زي اي 2 متجوزين بتحصل خلافات من وقت للتاني، مفيش حياة زوجية مستقرة على طول، لازم بعض المنغصات، شوية مشاكل، ممكن تكون بظروف العمل ككوافيرة بتأخر في عروسة داخلة، واحدة ست عليها بتعمل لها شعرها، بتعمل لها ميك اب، ممكن يكون هو بيغير منها علشان دخلها اكبر من دخله، كل ده شيء وارد. فحصلت خلافات. القرش برضو، عشان اكون صريح معاكم، القرش بيقوي قلب الست. الست لما يكون معاها مرتب وقرش في ايدها، الراجل بيصغر في عينها. اي ست في ايدها قرش، مادام القرش في ايدها قلبها بيبقى قاسي، يقول لك انا محتاجاه في ايه؟ ما انا اقدر اجر شقه واصرف على نفسي، الحمد لله متعلمه وظيفتي ولا صنعتي تنفعني، لا محتاج انه يصرف عليا ولا محتاجه من ابويا حد، انا معايا قرشي واصرف على نفسي. فالقرش في ايدها بيصغر جزءها في عينيها، لان الست تقول لك جوزي هو اللي بيصرف، لكن لما هي اللي بتصرف. فالمهم الحياه اصبحت مستحيله بين الاثنين، راحت واخدت 3 عيال ورايحه عند بيت اهلها، وراحت طلبت بقى منه ايه؟ نفقة ومتعة ومؤخر وشقة عشان حضنها. طبعا اي زوج لما بيلقى الدنيا بتدردك فوق دماغه، ولقى ان المحضر كل يوم والتاني قضية نفقة، قضية قايمة، قضية مؤخر، قضية متعة، قضية هوب هوب، كل يوم المحضر رايح جاي، المحضر رايح جاي،
الزوج في الاول ما كانش متوقع ان الزوجة هتعمل ده كله، فوجئ ان هي ماشية في اجراءات المحاكمة للنهاية، وخدت احكام عليه بالسجن تبديد عبش الزوجية، سنة سجن، متجمد نفى، مؤخر، متعلقة متراكم عليه، فلوس كتير، وتبديد عبش الزوجية اللي هو القايمة اللي القضية عملتها الزوجة ليه، هيسجن فيها سنة، ويطلع من السجن يلقى عليه متجمد نفى هيسجن تاني. حاول يبدي الندب ويبوس القدم، جاته طلاق. نورة كانت مصممة ان هي ما فيش رجعة، والست برضه عشان واحد يقولك الست حتى لو مش مطلعة من حقها انها تاخد القايمة وتاخد نفع ليها ولولادها، وهي على ذمة جوزها القانون كده، بتبقى عايشة مع جوزها ومن حقها ترفع قضية عليه بالقايمة، القانون كده. حاول الزوج كتير، يا جماعة هتحبس، يا جماعة ده انا بهرب من المخبرين، دول بيجي عايزين ينفذوا علي، هاخد سنة سجن وانا موظف، هيتخرب بيتي. يروح الناس، يا بنت حرام عليك، ده ابو عيالك، هتسجن ابو عيالك، هتبقى سابقه فيه، حرام عليك، ده افتكر يوم حلو، افتكر لقمه اكلتوها مع بعض، افتكروا سهره قضيتوها مع بعض. قالت له السجن السجن. طب هيجيب لك منين؟ قالت له مفيش. راح للزوج قال له يا ابني ما تتعبش نفسك، بيتك اتخرب وانت هتسجن هتسجن. قال لهم لا، انا يوم ما هتسجن هتسجن في حاجه عدله، ما يتقالش عليا ان انا سجنت في جايمه، ما يتقالش عليا ان انا سجنت في نفجه، ما يتقالش عليا ان انا سجنت في مؤخر ولا مقدم، لا انا هسجن في حاجه تستاهل. الناس قالوا يا ابني اوعى تمد ايدك عليا، الناس كانت قايله ايه؟ انه هيمسكها يضربها وياخد 16 سجن بالمره. تالت هو كان في دماغه حاجه غير كده خالص. تاني يوم لما عرف ان مفيش فايده والناس قالوا مفيش فايده، راح جايب سكينه وراح وداها في محل في طميه للسن، عارفين سن السكينه؟ قال له دي جديده، هسنها هي؟ قال له سنها لي تاني. يا عم انت لسه شاريها جديده؟ جديده. قال له يا عم انت تاخد فلوس سن السكينه. الراجل بيستغرب، الراجل بتاع المسن، انت شاري سكينه جديده بتسنها ليه؟ المهم الراجل سنها له وخلاها عامله زي النار. فضل مستني مراته قدام محل الكوافير، سايب اولادها الثلاثه عند ابوها وامها، قفلت محل الكوافير وماشيه في الشارع، لقت واقف لها، حبت تمد شويه، قال لها هتروحي فين؟ نفس، شوف محمد عادل ونيره عملوا قاعده للقتل والعوذ بالله، واصبحت بتدرس، كل واحد بيحب واحده وما بيلاقيش منها قبول بيروح يذبحها، كل واحد عايز يرجع مراته بيقلد محمد عادل ونيرة. نفس اللي حصل مع نيرة، مسكها وهي ماشيه في الشارع بعد ما قفلت محل الكوافير وماشيه، مشي وراها بتمد، راح شدها من شعرها وجت على الارض، خبطها خبطتين في بطنها، الناس اتلموا قبل ما حد يقرب منه، كانت السكينه طبعا نار على رقبتها وراح شرطها. يعني ما اكتفاش بالطعنتين اللي في صدرها، لا، الناس لما قربوا منه كان عايز يضمن مليون، زي محمد عادل بالظبط. محمد عادل عامل ايه مع نيره قدام سور الجامعه، كليه الاداب في جامعه المنصوره؟ فضل يطعن فيها، ولما لقى الناس هيمسكوه خاف عشان يكون لسه فيها الروح، راح على رقبتها ذبحها. نفس اللي عمله جمعه، واللي يحزن انه ابن عمها يعني بيت واحد. يا اخي الحياه مش بالعافية، هي مش عايزة ترجع لك خلاص، القايمة ايه؟ الفرش، الدهلة يا عم اللي جوه البيت، ما رضتش تدهلة عملت قضية تبديد، خدت سنة سجن. طب ما تروح تدي لها الفرش يا عم، ادي لها الشقة، عفوا ادي لها الشقة وادي لها الفرش وولادك اللي هيقعدوا فيها. طب دلوقتي انت اسمه قتل مع سبق الأسرة والتراصد، معاك سكينة مستنيها ماشي وراها قتلتها، اسمه قتل مع سبق الإصرار والتراصد، ده إعدام يا جمعة ربيع إعدام. ونورة والمشكلة هو عنده 28 سنة وهي عندها 25 سنة، ماتت، التلات عيال مين هيصرف عليهم؟ أنت في إعدام، وهي اللي كانت فاتحة محل الكوافير ماتت، ما فكرتش في عيالك؟ كل همك إن أنت سجنت، ما تسجنش في جايمة، ما تسجنش في تبديد، لا السجن في حاجة عدلة،
هديك مش هتسجن، هتتعدم. ليه يا عم؟ حكايه القتل اللي في الشارع دي كل يوم والتاني، اللي قتل حبيبته جوه مول، واللي قتل طلقته وهي طالعه من النادي، واللي ذبح كله في الشارع في الشارع في الشارع. ايه انتوا عايزين شهود يعني؟ تم القبض عليه، هو ما حاولش الهرب على فكره، سلم نفسه وانا واقف اهو، انا كده السجن براحتي. جت الشرطه السكينه، دي طلقتي كعايزه تطلق، وخد عليا احكام. كل المحاولات بقت بالفشل، قتلتها عشان السجن بحقه حي. مثل الجريمه 100 100. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكرك.